هل سمعت بصلاة التوبة؟ وماذا يحدث إذا أديت هذه الصلاة باستمرار؟ ومتى نصلي صلاة التوبة؟ وماذا نقرأ فيها؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله، أحبتي في الله. كل إنسان على وجه الأرض لابد أن يخطئ. من سيدنا آدم، إلى آخر مخلوق خلقه الله. كل بني آدم خطاء. فإذا هنا الله عز وجل أعطانا طريقة رائعة جدا للتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ما معنى ذكر الله؟ كيف نذكر الله؟ هل نقول يا رب؟ هل نقول استغفر الله العظيم؟ النبي عليه الصلاه والسلام من رحمته بنا علمنا كيف نصلي صلاه التوبه بعد الذنب. استمع معي اخي الحبيب لهذا الحديث العظيم واحفظه رجاء وطبقه منذ هذه اللحظه. يقول عليه الصلاه والسلام: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله له ثم قرا هذه الايه والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله اذا باختصار وبناء على هذا الحديث النبوي الشريف صلاه التوبه هي صلاه مثلها مثل اي نافله تقرا فيها ما شئت وطول فيها ما شئت لان النبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان نطول الصلاه في النافله وان نقصرها ونختصرها في حاله الامامه يعني اذا اما احدكم فليخفف فإن من ورائه الضعيف والمريض وذو الحاجة إلى آخره ولكن إذا صلى منفردا فليطول ما شاء إذا بقدر ذنبك طول هذه الصلاة يعني لا تصلي فقط بيقول هو الله أحد يقول هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ولكن هنا ذنب عظيم ارتكبته طيب ركعتين فقط بسرعة لا أستحضر عظمة الله أستحضر خطورة الذنب الذي فعلته وأتخيل أمامي نار جهنم والعياذ بالله لو أنني أصررت و آه يعني بقيت على هذا الذنب ماذا سيحدث لي؟ فهنا اخي الحبيب صلاه التوبه هي صلاه اديها كنوع من من الذكر الذي امرنا الله ان نفعله بعد المعصيه، والذين اذا فعلوا فاحشه، انظر يعني انسان مؤمن او تقي قد يصل للفاحشه ولكن ليس هذا المهم، المهم ان يرجع الى الله فورا لان الله تعهد ايضا أننا لو لم نخطئ لأتى بقوم آخرين يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم. حتى تتحقق صفة الغفور والغفار وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صفة المغفرة هو الغفور الرحيم حتى تتحقق لابد من مخلوق مليء بالنقص، مليء بالعيوب، مليء بال بالاخطاء مليء بالمعاصي ولكن هذا المخلوق فيه ميزه انه يعود الى ربه باستمرار. أواب يعني نعم العبد قال الله عن بعض انبيائه نعم العبد انه أواب، أواب يعني يأوب يرجع. نقول ذهاب وإياب عودة يعني رجوع أواب يرجع إلى ربه كثير الرجوع أواب صيغة مبالغة يعني يعني النبي كان أوابا صلى الله عليه وسلم كان كثير الرجوع إلى الله كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من مئة مرة يعني كان يؤوب إلى الله ويرجع إلى الله ويتوب إلى الله أكثر من مئة مرة كل يوم حتى قبضه الله سبحانه وتعالى فهنا اخي الحبيب هذا الحديث لماذا اقول ينبغي ان نحفظه؟ ينبغي ان نضعه في دماغنا هنا لانه اسلوب عملي لحياه مطمئنه الذنوب اذا تراكمت على ظهر الانسان ستثقل حياته وتصبح هذه الحياه ثقيله كئيبه تعيسه ولكن عندما تشعر بان الله غفر لك انظر كم هذا الاحساس رائع جدا ساعطيك مثال بسيط اخي الحبيب لنفرض ان اباك في البيت في كل لحظه تشعر انه غاضب عليك غير راض عنك الحياة تكون يعني فعلا فيها توتر أعصاب. تخيل أنت تعيش مع إنسان حتى لو كان غريب عنك. ولكن دائما تشعر بعقدة الذنب تجاهه بأنك أخطأت في حقه وهو غاضب عليك. الحياة صعبة. فكيف بمن يشعر بالذنب تجاه خالقه ولا يعرف كيف يتخلص منه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. شرع لنا صلاه التوبه لنتخلص من الذنب فورا لان هناك بعض الناس لديهم وسواس المعصيه وسواس يصلي ويقرا القران ويستغفر الله وياتيه وسواس الله لم يغفر لك معصيتك اكبر من ان تغفر هنا الشيطان يتغلب على الجانب الايماني في داخلك. فتصبح حياه هذا الذي يعاني من وسواس المعصيه حياه تعيسه جدا. فالنبي علمنا هذه الطريقه انك بمجرد ان عصيت الله والمعصيه هنا اخي الحبيب ليس بالضروره ان تكون فاحشه. وليس بالضروره ان تكون اكل مال الناس بالباطل. الانسان احيانا قد يخطئ في حق جاره في حق اخيه في حق ابنه في حق زوجته قد يتكلم بنميمه على انسان هذه معصيه ومعصيه كبيره ان يحب او يود احدكم ان يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه كانما امته ونهشت لحمه من يتكلم بالنميمه على الناس والعياذ بالله هذا ذنب عظيم كثير من الناس يرتكب هذا الذنب وهو يضحك ويمشي لا ينبغي الا يمر مثل هذه الذنوب لا تجعلها تمر مرور الكرام واذا اردت نصيحه عمليه مني عمليه مني كل يوم اخر النهار صلي ركعتين في الليل على نيه ان يغفر الله لك يعني صلي ركعتين اقرأ فيهما ما شئت من القرآن ثم استغفر الله بالصيغ التي تعرفها قل مثلا اللهم اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت استغفر الله العظيم واتوب اليه على الاقل ثلاث مرات او اكثر وانت تؤدي هذه الصلاه بمجرد ان ختمت الصلاه واستغفرت الله يجب أن تستيقن أن ذنوبك تساقطت تماما كما يتساقط ورق الشجر إنتهي يعني. فتنام مطمئنا هادئا نوم سعيد نوم مريح خالي من الأحلام المزعجة خالي من التوتر فهذا هو حال المؤمن كثير الرجوع إلى الله كثير التوبه اواب أو من هنا ايها الاحبه يمكن ان نقول ان هذه الصلاه اذا كنت اخي الحبيب تسمع بها للمره الاولى صلها ولو مره في العمر صلها الان ربما تنسى فيما بعد على الاقل تمسح ذنوب السنوات التي عشتها لان يعني الله بهذه الصلاه اذا صليتها صادقا هي ركعتين اه اعلم ان الله سيمحو ذنوبك كامله وان كانت مثل زبد البحر ولكن بشرط ان تحسن الطهاره تحسن الوضوء يعني يعني بالغ في تنظيف الاسنان في المضمضه في السواك او فرشاه الاسنان على الاقل في تنظيف الأنف من الداخل في تنظيف الوجه جيدا بل أننا في عصر التلوث يعني اليوم الملوثات موجودة في الماء والهواء للأسف حتى خلايا الجلد هنا بحاجة لأن هذه السموم إذا تراكمت تسد مسامات الجلد وتمنع التهوية وتحدث مشاكل كثيرة في الجلد فإحسان الوضوء أن تغسل أعضائك جيدا اليدين تغسلهما جيدا تمسح رأسك جيدا تغسل الرجلين جيدا فهذا أولا فيه منفعة طبية لك وفيه إحساس الماء عندما يمر على الجلد يعطي إحساس بالحيوية والانتعاش والنشاط فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد من وراء هذا الحديث ان يقول لك ان المؤمن يجب ان يشعر بالقوه والسعاده والطمانينه لان الذنب يضعف الانسان انت اذا اخطات في حق انسان يعني وشاهدته فجاه تضرب عينك في الارض احيانا تشعر بنوع من الذل امامه لانك اخطات كثيرا في حقه فكيف بمن يخطئ بحق الملك الذي هو معنا؟ وهو معكم اينما كنتم ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. فالله عز وجل الذي هو معي الان ومعك اخي الحبيب ويسمعني ويسمعك ويعلم ما توسوس به نفسك هذا الاله العظيم نحن نخطئ كثيرا في حقه. نلهو كثيرا نتحدث بكلام فارغ كثيرا نشغل أنفسنا عن طاعته سبحانه وتعالى عن ذكره فالنبي لا يريدنا أن, أن نختبئ وراء ذنوبنا لا أن نواجه هذا الذنب بالتوبة لا أن تعصي الله ثم تهرب فتعصيه أكثر ثم تتخفى لا الآن قم صل ركعتين على نيه ان يغفر الله ذنوبك كامله وثق ان الله سيغفرها مهما كانت لان هذا الاله العظيم هو الذي خاطبك اخي الحبيب قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ما معنى اسرفوا الذي يدخن ليس اسراف معنى الاسراف يعني الذي يتكلم بكلمه هكذا يؤذي بعض الناس بكلمه لا هذا جزء صغير من الاسراف ما معنى الذين اسرفوا على انفسهم انسان يرتكب الموبقات عقوق الوالدين يرتكب الفواحش ياكل الربا لا يصلي لا يزكي يظلم الناس و ويكفر بنعمه الله هذا هو الذي اسرف على نفسه يقول لك لا تقنطوا من رحمه الله اياك ان تاخذك ذره ياس القنوط لا تقنطوا بالطه من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا يجب ان تستيقن ان ذنوبك جميعا قد غفرت بعد هذه الصلاة مباشرة بمجرد ان تستغفر له ولكن بصدق. وأن تنوي ألا تعود أبدا، قد قد يطغيك الشيطان في اليوم التالي، لا مشكلة، المهم أن نيتك يجب أن تكون صادقة مع الله. يجب أن تتوجه إلى الله بإخلاص وتقول يا رب أنا تبت إليك توبة نصوحة فأعني وتقبل مني. فالله عز وجل إذا علم منك هذا الإخلاص وعلم أنك صادق بالفعل وهو المطلع على قلوبنا وعلى أفكارنا ثق تماما سيغفر ذنوبك جميعا ولا يبالي سبحانه وتعالى. لأنه هو القائل وإني لغفارٌ غفار مبالغه يعني كثير المغفره يعني حتى نفهم كلمه غفار نقارنها بكلمه اخرى ولله المثل الاعلى تقول عن الانسان قاتل ربما قتل مره عن طريق الخطا اما ان تقول قتال قتال يعني رجل كثير الاجرام والقتل مدمن على قتل الناس، قتل مبالغة. فكلمة غفار صيغة فيها مبالغة للمغفرة. يعني الله يبالغ في مغفرة مغفرته للناس، كثير المغفرة. إن ربك واسع المغفرة. ربما كلمة غفور نفهم منها أن الله قد يغفر ذنبا، لا غفار لو عملت مليارات الذنوب الله يغفرها. فهذه الصلاه اخي الحبيب احرص عليها ولو مره كل يوم، مره كل اسبوع، مره كل شهر، مره في العمر على الاقل انوي ان تصلي صلاه التوبه على نيه ان يغفر الله لك كل ذنوبك ان شاء الله، ولا تنسى ان تحسن الوضوء ان تتطهر جيدا وان يكون ثوبك نظيف والأهم من ذلك أن يكون قلبك طاهر ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق